أهلا بكم مشاهدين الكرام من قناة الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الميثاق نقرأ حكومة الكاظم تختلس 6 تريليون دينار وعجز حكومي عن دفع رواتب الموظفين. وفي المدى المالية النيابية أطراف سياسية تعقل إكمال ورقة الإصلاح الاقتصادي. وفي الزمان الكاظم مزايدات ضد القوات الأمريكية من الذين استعانوا بواشنطن لإسقاط النظام السابق. وفي القدس العربي سياسي مقرب من واشنطن قرار إغلاق السفارة الأمريكية صدر من ترامب نفسه. ومن الهيئات هيئة علماء المسلمين تصريحات الرئيس الفرنسي تعد تحريضا على العنف ضد المسلمين. وفي العربي الجديد نذر انهيار لاتفاق ستوكهولم بشأن اليمن، تصعيد واسع في مأرب والحديدة. وفي الشرق الأوسط إغلاق مدارس ومساجد طهران لأسبوع مع تزايد إصابات كورونا. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة الميثاق في افتتاحياتها إنه لا حل في العراق إلا وفق ما يريده العراقيون لأنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم، ولا حل في العراق إلا بإعادة بناء نظامه السياسي ومنظومة علاقاته على أسس الحوار والتعاون الدولي والمجتمعي والتداول السلمي للسلطة، وعبر آليات الاختيار الحقيقي المباشر من الشعب للخيارات طالما خدع بها العراقيون منذ الاحتلال وحتى الآن. لا حل في العراق إلا بإنقاذه مما هو فيه من ترد وسقوط مدون على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاشية. ولا حل في العراق إلا بنيات خالصة وهمم قوية وسواعد نظيفة وشباب محب لوطنه ومؤمن بما يفعل من أجل التغيير المأمول. ولا حل إلا برفع الظلم المتراكم على الإنسان العراقي على مدى سنوات طويلة مليئة بالألم والمعاناة ومترعة بالمآسي والكوارث. ولا حل إلا بالانتصار للحريات وقمع أدوات القتل والتغييب والسلب والنهب ولجم السلاح المدعوم من قوى المحاصصة الطائفية الذي يرهب به الشعب ويقتل به الناشطون وتخوف به الأفكار وتقمع بواسطته التحركات والنشاطات وتصادر من خلاله غلال الشعب وخيراته وثرواته وتصدر إلى جيوب الخارج وتبقى جيوب الداخل فارغة. لا حل في العراق إلا بقيادات واعية وخبرات مستثمرة ورؤية جامعة لمعاني الوطن ومانعة لأفكار التفرقة والتقسيم. ولا حل إلا بمشاريع وبرامج وخطط طموحة وواقعية ملبية لحاجات المواطن ومحققة لأمن الوطن وجالبة لعلاقات سليمة ومتوازنة مع الجيران. ولا حل أخيرا إلا بحسم مشاكل الوطن العالقة ومراعاة تنوع الطيف العراقي ومنح الجميع حقه في العيش والحرية والعمل تحت مظلة الوطن الواحد واحترام تاريخه وحضارته وقيمه وتقاليده وأعرافه. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن هذه الحلول هي أهداف وشعارات لثورة تشرين، وهذه أسس ومبادئ للميثاق الوطني، هذه هي رؤية الجميع لمنهج الحل ورؤية الإنقاذ في العراق. ونبقى في صحيفة الميثاق حيث كتب وليد الزبيدي مقالا قال فيه إن الكثير من المحتجين الشباب المشاركين في مظاهرات تشرين التي مضى على انطلاقها عام كامل ربما لا يعرفون أن إرث الاحتجاجات التي ترفض العملية السياسية ودستورها والقائمين عليها يمتد لأكثر من عقد من الزمن. ويرى الكاتب أن هذا الإرث
يزيد من حماس الجميع وإصرارهم على تحقيق أهدافهم بتغيير الأوضاع التي تزداد سوءاً، إذ يضرب الخراب والفساد في جميع مفاصل الحكومة ما يهدد المجتمع بنتائج كارثية. إن القاسم المشترك في جميع الاحتجاجات في العراق هو الرفض القاطع والشامل لهذه المنظومة السياسية التي أنبتها المحتل الأمريكي ورعاها ودعمها وحرص على ديمومتها للمشروع الإيراني في العراق. ومن يجري مراجعة سريعة للشعارات التي رفعها المتظاهرون في انطلاقتهم الأولى في حزيران 2010 في مدينتي البصرة والناصرية يجد أن مطالب المتظاهرين تؤكد على الرفض الكامل والقاطع للعملية السياسية والدستور. لقد سبقت مظاهرات العراق في ذلك العام تلك التي انطلقت في عدد من الدول العربية بستة أشهر تقريباً والتي سميت بالربيع العربي، وتعد الانطلاقة الثانية للمظاهرات العراقية التي عمت 52 مدينة، وكان يوم 25 من شباط 2011 يوم غضب ورفض عراقي واسع للعملية السياسية والقائمين عليها. كما شهد عام 2013 مظاهرات واعتصامات مليونية حاشدة في العديد من المحافظات العراقية وتواصلت لعام كامل. ارتكبت خلالها قوات المالكي العديد من المجازر بحق المتظاهرين في مدينة الفلوجة وجامع سارية في ديالى والحويجة والموصل، حتى هاجمت تلك القوات ساحة اعتصامات الرمادي مطلع عام 2014، وتم حرق خيم المعتصمين واعتقال وقتل العديد منهم، والجميع يعرف ماذا حصل بعد ذلك في العديد من المحافظات العراقية. ويضيف الكاتب أنه منذ العام 2010 وحتى اليوم لم تتوقف الاحتجاجات والاعتصامات العراقية التي تواصلت بقوة وصعدت من مطالبها، حتى انطلقت احتجاجات تشرين في العام 2019 وما زالت مستمرة لتحقيق أهداف العراقيين والتخلص من هذا الكابوس الذي يجثم على رقاب الناس في كل مكان. قالت صحيفة القدس العربي إن تداعيات الأحداث في الساحة العراقية تشير بوضوح إلى أن طهران اتخذت قراراً بتصعيد المواجهة مع واشنطن بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية وزيادة الهيمنة على العراق وثرواته. أضافت الصحيفة في تقرير لها أن حكومة الكاظم تقف في موقف متردد عاجزة عن حسم قرارها، سواء بالتصدي للفصائل المنفلتة أو حيتان الفساد بما سيترتب عليه من مخاطر أمنية وسياسية واقتصادية وعزلة دولية على العراق. ما زاد من تعقيدات أزمة إطلاق الصواريخ هو وصولها إلى أربيل شمال العراق لأول مرة بعد أن كانت مقتصرة على بغداد في تحد جديد من الفصائل المسلحة لتعهد حكومة الكاظم للبعثات الدبلوماسية بالحد من الهجمات عليها. وفي رسالة لأمريكا بأن صواريخ أدواتها ستطاردها في أربيل أيضاً، ورغم الضجة الواسعة حول نية الولايات المتحدة وعشرات الدول سحب سفاراتها من بغداد، فإن حكومة بغداد تقف عاجزة عن اتخاذ إجراءات جدية للتعامل مع هذا الوضع الخطير، ما يعكس المأزق الذي أصبح فيه الكاظم بين تحدي الفصائل المنفلتة لسلطة الدولة وعجزه عن اتخاذ موقف حاسم تجاهها نتيجة تهديدات القوى الشيعية بإشعال حرب أهلية إذا قررت الحكومة لجم الفصائل، إضافة إلى ضغوط الجار الشرقي وبين ضغوط شعبية ودولية قوية بضرورة اتخاذ الحكومة لموقف حاسم ولا تصبح مجرد مؤسسة إعلامية لإصدار البيانات والتصريحات. وما زاد الطين بلة تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي أثبت عدم استيعابه لخطورة موقعه عندما أعلن أن الحكومة بدأت بفتح قنوات اتصال مع بعض الفصائل لتصل إلى اتفاقات بشأن استهداف البعثات، مقراً بخضوع الحكومة لسطوة تلك الفصائل وعجزها عن ردعها. الصحيفة ترى أن الظروف الحالية توفر فرصة ذهبية نادرة لحكومة مصطفى الكاظم لإنهاء خطر الفصائل والدولة العميقة معاً. إذا لم يستغلها فسوف تبقى حكومته والعراق تحت رحمتها في تكرار للنموذج اللبناني.
الرعب يسود الطبقة السياسية في العراق بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي باعتقال عدد من المسؤولين الفاسدين، لكن الشعور الغائب الذي يسود بلاد الرافدين هو أن هذه الاعتقالات صورية، ولو لم تكن كذلك لبدأت برؤوس الكبيرة للفساد. باهرة الشيخلي تقول في صحيفة الزمان أن أي خطوة باتجاه معالجة دولة الفساد لابد أن تبدأ بسلطان الفساد الذين تعاقبوا على حكم البلاد بعد 2003. التجارب المريرة التي مر بها الشعب العراقي طوال سنوات حكم المحاصصة والفساد علمته كيف يرفض تمييع مطالبه أو تخديره بقرارات وإجراءات سطحية لا تشفي الغليل. والواقع أن الفساد لن ينتهي بمعجزة ولن يعالج بالنيات الطيبة، فهو في بلاد ما بين النهرين شبيه بأخطبوط متعدد الرؤوس والأطراف، فضلاً عن تعدد أشكاله وتنوع أساليبه. والعراقيون كلهم يدركون من الذي أسس للفساد ونظر له وابتكر ألاعيب سلب ثروات البلاد وتجريدها من مدخراتها. العراقيون سمعوا ويسمعون كل يوم جعجعة ولا يرون طحناً، ويرددون في مجالسهم الخاصة والعامة أن الكاظمي لو كان جاداً وصادقاً لسمى حيتان الفساد بأسمائهم ولعرض خطته الإصلاحية على الشعب، لكنه لم يفعل ولن يفعل بعد أن ثبت أنه جزء من طبخة الفساد، فقد دائب على التواصل شبه المستمر مع الأحزاب الفاسدة وميليشياتها الإرهابية. وظيفة الكاظمي هي استيعاب الشباب عن طريق ترويج الشعارات المذكورة لكسب الشارع وسحب البساط من تحت أقدام المتظاهرين. تساعده في ذلك مكينة إعلامية مخابراتية ضخمة تطبل له، ومؤسسة علاقات أمريكية تضع له برامج وخطط لنشاطات هدفها خداع الناس البسطاء والتظاهر بالعمل على تنفيذ أهداف المحتجين. الكاتبة تضيف أن دعوة الكاظمي للانتخابات وزيارة عائلات الشهداء وترتيب لقاء لعدد من الشباب ليعدهم بالتعيين وزيارته إلى المنافذ الحدودية كلها خطط مرسومة لتغيير مزاج الناس البسطاء تجاه ثورة تشرين. لا تتوقف أبداً خطابات ماكرون ومساعديه المستفزة لجمهور المسلمين، بخاصة حديثهم المتكرر عن الإرهاب الإسلامي والتطرف الإسلامي، مع أن عاقلاً لا يقول إن الأقلية المسلمة في فرنسا تمثل تهديداً حقيقياً للدولة. ياسر الزعاترة يقول في موقع عربي 21 إنه حين يصل الحال بماكرون حد القول إن الإسلام ديانة تعيش أزمة في كل مكان في العالم، فقد بلغ من الوقاحة مبلغاً لم يصله أي زعيم غربي قبله. لا يتوقف الأمر عند الخطب والتصريحات، بل يشمل مختلف الإجراءات اليومية التي تمثل تطرف العلمانية ضد كل المظاهر الإسلامية، والتي تعتدي حتى على الحرية الشخصية التي تتبناها الدولة. وها هو يطرح قبل أيام خطة لمواجهة التطرف الإسلامي كأنما هو تسونامي يهدد البلاد. يحدث ذلك في ظل هوس جديد تلبس ماكرون في الآونة الأخيرة يتعلق بالبحث عن أدوار في المنطقة، وقد تابع الجميع منطق الوصاية الذي تعامل من خلاله مع لبنان وزيارته بعد ذلك للعراق وتدخلاته في ليبيا، بجانب نشاطاته المتواصلة ضد تركيا في أكثر من ملف وتحريضه عليها في الاتحاد الأوروبي، والذي لا يبتعد أبداً عن هوسه التقليدي بالحرب على الإسلام. ليس من العسير القول أن ماكرون هو المأزوم وليس الإسلام، وهذه الهجمة المتواصلة عليه أكبر دليل، فلا أحد يضرب في جسد ميت. يصل بنا ذلك كله إلى مسلسل الاستهداف الذي يتعرض له المسلمون كما لم يحدث في أي مرحلة سابقة، والذي تشترك فيه القوى الأربعة الكبرى للمفارقة، وهي أمريكا والصين وروسيا والهند. أياً يكن الأمر، فما يجري في كل الحالات التي تحدثنا عنها إنما يتعلق بحالة بؤس غير مسبوقة يعيشها الوضع العربي والإسلامي. الكاتب يرى أن سبب الهجمة ضد الإسلام هو أن حجم التناقضات والصراعات في المنطقة بين هوس الثورة المضادة من جهة وهوس التمدد المذهبي الإيراني من جهة أخرى ما زال يغري كل أولئك بالغطرسة، بل يضع الحب صافياً في طواحينهم رغم ما بينهم من تناقضات.
قالت صحيفة واشنطن بوست إن الشعب الأمريكي بحاجة لمعرفة حقيقة إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا. أذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أنه سواء كان تعافيه سريعاً أو بطيئاً فإن حالته الصحية ستكون مصدر قلق عام لدى الأمريكيين. الصحيفة قالت إن الأمريكيين يجب أن يعرفوا ما إذا كان ترامب معافى بما يكفي لاتخاذ قرارات ذات أهمية كبيرة بما في ذلك تلك المتعلقة بأمن الأمة، ورأت أنه يجب على الخبراء تتبع مصدر تفشي المرض ليتبينوا من الذي يجب أيضاً أن يتخذ احتياطات، كما يجب طمأنة الشعب إلى أن كبار الموظفين في البيت الأبيض والوكالات الفيدرالية والكونغرس سيخضعون للاختبار والمراقبة المنتظمة، وعند الضرورة سيتم عزلهم لاحتواء أي انتشار بين القيادة العليا للبلاد. ويشمل ذلك أيضاً المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن وآخرين ممن حضروا مناظرة الثلاثاء، على الرغم من أن نتائج فحص نائب الرئيس السابق كانت سلبية. وذكرت الصحيفة أنه إذا أمكن تحديد المصدر الفعلي لعدوى ترامب فيجب الكشف عنه، لأن هذا سيعلم مسؤولي الصحة العامة بالمكان الذي يجب عليهم البحث فيه عن إصابات جديدة. وألمحت إلى أن الانتخابات الوشيكة قد تعزز غريزة ترامب لإخفاء الحقيقة أو تحريفها نظراً لسجله المحبط بالفعل. وأضافت أن البيت الأبيض علم بإصابة هوب هيكس مساعدة ترامب قبل ذهابه لحفل داخلي لجمع تبرعات الخميس، ومع ذلك حضر الرئيس الحفل دون ارتداء كمامة، كما أنه لم يكن هناك شيء خاطئ. وختمت الصحيفة بالقول إن ترامب الآن في نفس المحنة التي كابدها كثيرون غيره منذ فبراير شباط الماضي، وربما اعتقد من خلال الاختبارات المكثفة أنه كان آمناً فتراخى عن ارتداء الكمامة، لكن تشخيصه يؤكد أن الجميع معرضون لهذا البلاء، ويوجد على أو يوجب على الناس ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي. أشارت دراسة أجريت في فنلندا ونشرت نتائجها هذا الأسبوع إلى أن وباء فيروس كورونا أصبح كابوساً جماعياً يغزو الفنلنديين أثناء نومهم. وتحدث مئات المتطوعين الذين شملتهم الدراسة عن أحلامهم لعلماء بجامعة هلسنكي خلال إغلاق بسبب فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام. وكانت بعض الأحلام المتعلقة بجوازات سفر مفقودة وحدود مغلقة ومساحات مكتظة ووفاة تظهر مرات ومرات في تلك التقارير، وأصبحت المصافحة والعناق أيضا من الكوابيس، ووصف النائمون ذلك بأنه انتهاك غير مناسب لقواعد التباعد الاجتماعي في أحلامهم. وتحدث أكثر من ربع المشاركين عن كوابيس تحدث بشكل متكرر على نحو أكثر مما كانت عليه قبل الوباء، وحوالي ثلثهم قالوا إنهم كانوا يستيقظون عدة مرات خلال الليل، غير أن أكثر من نصف المشاركين قالوا إنهم كانوا ينامون مدة أطول من المعتاد جزئياً لأن الكثير من الأشخاص يعملون من المنزل. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في حلقة جديدة نلتقي بعون الله. دمتم بخير، إلى اللقاء.